santé. Zoom santé. في زوم سنتي تكون عن التحقيقات ميدانية وطبية وعلمية بامتياز. واليوم حبيت نحكي لكم على القافلة الصحية اللي انتقلت لربوع ولاية القاهرة، وين تحديدا عين جلولة، ومشيت لك المدرسة مقرأ أكثر التفاصيل. هذا اللي باش نعرفه مع ضيفنا اليوم السيد فوزي ذويوي، نائب رئيس جمعية تونسية أولادنا. فوزي أهلا وسهلا. نور حي، أهلا وسهلا، سعادة كبيرة تغمرنا وقت اللي كلموا سير حي من المجبري صديقي و ميلي الاعلامي المتعب، ونفرح برشا وقت اللي يكون عندنا مولود اعلامي الحياه فين هي اذاعه القيروان للصحه. طبعا دور كبير قوموا به رحيم الحقيقه من الكوفيد، وانت جاي الحقيقه لاحظنا الريفوليسيون اللي صارت في الاذاعه هذه، واحنا فرحانين برشا بالمولود هذا، الاذاعه الثالثه في مركز الولايه، وان شاء الله اكيد هذا ما ينجم كان يخدم المشهد الاعلامي والصالح العام تاع اولاد الجهه ان شاء الله يا ربي. اليوم كجمعيه نظمتوا قافله صحيه في عين جلول. هي القافله هذه هي صحيه ترفيهيه بالاساس كابتن. القافله تضم جمعيه تونسية اولادنا، جمعيه نوران، مندوبيه الشباب والرياضه بالقيروان، بعض الاطباء الاصدقاء اللي كانوا معنا اليوم، واهالي الجهه طبعا تعرف الحفاوه والترحاب اللي نلقاوهم من الناس الزوابلة، والناس اللي الحقيقه همهم الوحيد انهم يسعدوا ضيافهم. تقريبا هذا هو مع الدكتور اركليم المطيري ايضا اللي ان شاء الله باش رافقنا في الكونسلتاسيون اللي باش تعملوا للصغيرات. هذا الكل ان شاء الله باش يصير ابارتير من 10 نتاع الصباح حتى تقريبا ماضي ساعتين نتاع الصباح ان شاء الله يا ربي. فوزي خلينا نفهم حاجه، الكونسلتاسيون باش يتمتعوا بها التلامذه نتاع المدرسه ولا المنطقه الكل؟ هو التلامذه خاصه التلامذه، لانه احنا الهدف نتاعنا انه الوليدات هذوما نعرفوا عليهم كل شقيقه ورقيقه، وباش يصير سويفي معناتها لهذا ان شاء الله حتى نلقاو اي مشكل صحي هذا باش ناخذوه على عاتقنا، سواء احنا كجمعيه تونسية أولادنا ولا جمعيه نوران. ونجيب لك حاجه حي ما نسمى مقار باش يكون موجود عند الصغيرات هذوما، حكايه رمزيه ماهيش كبيره، لكن تعرف انه لما يكون ممثل من قيمة النقار اللي معروف شوية على الأقل عند الصغيرات، يجيب حذاهم يسمعوا شوية نكت شوية ملاحظات، حاجة مهمة برشا في المسيرة نتاع الصغيرات هذوما اللي يعيشوا في منطقة ريفية نائية، كل يعني أسس العيش تقريبا غايبة فيها. صحيح. فوز، إدارة الجهوية للصحة بولاية القيروان وفرت لكم شي بعض الأطباء اليوم اللي باش يلتحقوا بكم في القافلة؟ للأمانة المعلومة اللي لقيتها توا، اللي لقيتها البارح، أنه فما تسخير من بعض الأطباء. للأمانة باش نكون واضح وما نزيدش حاجة على الناس، لكن توا حسب ما عرفت المعلومة اللي وصلتني توا أول ما قابلت السيد المعتمد وبعض الأصدقاء المنظمين، قالوا لي راهو فما تقصير، يظهر لي فما نوع من الإحجام على تقديم المساعدة، يبدو هذا على الأقل بور لانسون المعلومة اللي وصلتني. فوزي اللي قدموا لهم كي قدموا راهو هالقافلة الصحية راهي باش تكون عندها بعد مش نتاع اليوم بركة، أما القدام المنطقة هذيا تفتقر لأبسط خدمات الصحية، دونك توفر لهم طبيب، راك وفرت لهم حاجة كبيرة على الأخر. طبيعي هدية من السماء تعتبر بالنسبة لهم، وأنا ولد الجهة ونعرف يا رحيم راهو معناتها الناس يعني أبسط ضروريات الحياة ما عندهمش، يعني مركز رعاية أساسية مفكر على طول، معناتها وقت اللي انت تقدم له طبيب يعمل له كونسلتاسيون مجانيه لولده ويوفر له نظارات شمسيه ولا يوفر له دواء سنيه ولا الوزنيه ولا العين، معناتها حاجه تعتبر كبيره برشا. ان شاء الله بالتوفيق لهالبادره هذيا، سعداء جدا بهالبادره اللي قمتوا بها. شكرا. اليوم شكرا كجمعيه تونسيه اولادنا، مره اخرى سعيد جدا. شكرا المره الجايه رحي، ما احنا نشاركوا اذاعه حياه فام للامانه، احنا قصرنا في هذا، المره الجايه ان شاء الله نتصلوا بكم، نتصلوا بالدكتور ليوان، ونحاولوا ايضا انتم بيدكم تعاونونا، لانه نعرف حاجه ما تشدوهاش علينا اذا طلبناها. طبعا فوزي ذويوي نائب رئيس جمعيه تونسيه باولادنا، سعيد جدا بحواري معك، هذا كان تحقيقنا لليوم في زوم سنتي. زوم سنتي. زوم سنتي.